أكيد بعدما شاهدنا من الصمود والعزة والثبات أكيد تعلمنا أن لا نستسلم، وهم مدرستنا في ذلك وهم أساتذتنا. يعني مشاهدين أكيد في فترة الهدنة تتكشف أمور كثيرة كنا لا نشاهدها من خلال العدسات المصورين والإعلام، لأنه ما كان يوصلوا الناس لهاي المناطق اللي الآن عم يتكشف عن دمار هائل، وعدد الشهداء عم بيزيد يوم بعد يوم. عم نتحدث عن 20,000 شهيد، عن 35,000 مصاب، عن يعني ما يزيد عن 100,000 بيت مدمر وأكثر يمكن من ذلك. عم نتحدث عن مساجد، مستشفيات، مدارس نالها ما نالها من إجرام الصهاينة. لكن أكيد مشاهدينا مشاهد اللي فيها الأمل واللي فيها الثبات والصمود عم تشعرنا إنه هذا الشيء إن شاء الله سيمر وستعمر هذه البيوت من جديد وسيعود لها أصحابها، والشهداء ربنا يتقبلهم إن شاء الله فعليين تحت المطر. مشاهدينا، وكنا بالأيام الماضية شفتوا الأحوال الجوية، عائلة فلسطينية يلتم شملها وتلتقي ببعضها بعد أن فرقتهم الحرب وفرقتهم يعني فرقهم إجرام الصهاينة لأسابيع، تفرقوا ثم التقوا. خلينا نشوف كيف كان لقائهم. مشاهدينا، هذا مشهد من مشاهد نحن شهود على هذه المشاعر. بعضهم كان يظن أن أقاربه أو أهله أو أولاده استشهدوا أو أنهم ما زالوا تحت الركام مفقودين، كانت الاتصالات مقطوعة وما كانوا قادرين يوصلوا لأخبار بعض، لحد ما كان هذا اللقاء ومثله لقاءات عديدة ربنا دائما يجمع شملهم، إن لم يكن في الدنيا ففي جنان الخلد وفي الفردوس الأعلى. فرحة فلسطيني أيضا بلقاء عائلته النازحة من غزة إلى جنوبها بعد أسابيع من العدوان توثقها أو يوثقها هذا المشهد. أيضا مشاهدينا من المشاهد اللي وثقتها عدسات الكاميرا للمسعفين وللناس اللي كانت بتقوم بعمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت الركام، إخراج طفلة رضيعة من تحت الركام. كان هذا طبعا في بداية الحرب على غزة والاعتداء العدوان الغاشم على بيوت وعائلات و المدنيين الأبرياء في غزة. تم انتشال هذه الطفلة وانتشر هذا الفيديو هذه الأيام. خلينا نشوف سبحان الله الطفلة الرضيعة كيف رب العالمين شاء لها أن تحيا. نشوف هالمشهد. يا الله، الله أكبر، الله أكبر، يا الله، يا الله، هذا جمعة، يا الله، يا الله، يا الله، يا عين، يا عين عليه، تعال، الله أكبر، يا الله، يا الله، يا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مشاهدينا هالمشهد أيضا يوثق لفرحة فريق الإنقاذ بإخراج هذه الطفلة اللي زي ما لاحظتوا حتى بكاء ما كانت تبكي. سبحان الله، هذه الطفلة مكتوب لها أن تحيا وإن شاء الله بتكبر وبتعيش وبتتعلم وبتتزوج وتنجب لنا أبطال
كالقساميين وأبطال المقاومة اللي شهدناهم وهم يعني يبدعون في أن يذيقوا هذا العدو ألوان العذاب ومر العذاب. الحمد لله على سلامتها. وأيضا مشاهدينا من المشاهد مشهد أو قصة للصحفي يوسف فارس من غزة. يوسف له قصة خاصة حيث أمه غزة، أمه اسمها غزة، لا أدري إن كان الاسم حقيقي اسمها غزة أم هي أسماها غزة، لكن هو يقول أنه استشهد عدد كبير من عائلة والدته، ويعني كانت تمر بظروف صعبة جدا، وما كانوا أصلا يعني كانوا خايفين يخبروها لأنه بناتها مع أولاد إخوتها وخواتها أطفال كبار صغار، فكان الله في عونهم المصاب جلل. لكن هذا الصحفي خليه هو يروي الحكاية ويعني يروي لنا التفاصيل عن والدة هذا الصحفي، ويعني رد فعلها وشو كان سؤالها الأول بعد ما علمت بحجم المصاب والفقد اللي فقدته، عن مين سألت أول ما سألت؟ خلينا نسمع. حجتنا يا الصبر طويق نادينك، خلي البحر يهدر هدر هيلا يغني لك. يلا تخافيش تخافيش. حجتنا يا الصبر طويق نادينك. طبعا مشاهدينا هذا الصحفي هذه هي والدته. خليني احكي لكم بس مين فقدت حتى تشوفوا حجم المأساة اللي هي فيها وقديش هي كانت استطاعت ان تتجاوز كل هذا الألم، وعن من سألت. هي فقدت استشهدوا ابناء بنتها اللي هي اسمها إيناس الثلاثة ووالدهم، رفقة اختها اللي هي خالة هذا الصحفي، وزوجها وابناء خالته للصحفي الثلاثة وزوجته. والأم عاشت ظروف صعبة، وبعدها أيضا جاءها خبر استشهاد ابن أختها وزوجته وابنه وأيضا زوج بنت أختها، ويعني عدد كبير من العائلة، عم نحكي عن عدد كبير عائلات بأكملها. المهم هذه السيدة طلبت من ابنها بعد ما عرفت الخبر، وكان صعب إنهم يخبروها لكنها علمت بهذا الخبر، طلبت منه أنه يعمل جولة، يأخذها بجولة في غزة مكان بيتها ومكان بيت أحبابها اللي فقدتهم. فكان أن سألت ابنها عن الأسير أحمد مناصرة، سألته وقالت له يا يما طلعوا أحمد مناصرة شوفوا قلبها على مين رغم كل الفقد. للناس اللي بتحكي أنه إحنا عشان يطلعوا أسرى الضفة اتدمرت غزة وراحوا الشهداء، لا، هم شهداء غزة وعائلات غزة سعيدة بهذه التضحيات، وبإنها مقابل دمائها كان في خروج للأسرة وفرحة لأهالي الأسرة اللي هم أيضا أسروا وسلبت حريتهم من أجل فلسطين. فكان أن سألت عن الأسير أحمد مناصرة إنه طلع، أجابها ابنها بإنه لا، لأنه مش طفل، لأنهم هم طلعوا الأطفال. فأجهشت مجددا بالبكاء، بكت طويلا يعني تجاوزت ألمها وبكت على الأسير أحمد مناصرة، ربنا يفرج كربه ويفك أسره. وهؤلاء هم أهل غزة يتجاوزون عن ألامهم لتحيا الأمة يعني يخرج الأسرة من السجون ومن المعتقلات. يعني صراحة تعجز الكلمات، أنا دائما أقول هذه المشاهد عجزتنا، لا نستطيع أبدا أن نصف هذه المشاهد. طيب طفل أيضا مشاهدينا فلسطيني، أنا أذكر لما شفت هذا المشهد الطفل اللي كانوا أخوانه ينزلوه عن الخزانة ويحكوا عمليات الإنزال، أعتقد كلكم شفتوا هالمشهد من سنوات. هذا الطفل بيته مهدم فصعب يطلعوا ينقذوه، فهو عن الشرفة طلبوا منه أنه يقفز، طفل صغير عنده الجرأة أنه يقفز بعد ما وضعوا له طبعا شيء يتلقى قبل أن يصل إلى الأرض. خلينا نشوف شجاعة هالطفل الغزي. يا الله عذبنا الأعداء، ناديت يا الله مخاب فيك رجاء. الله يا الله عذبنا الأعداء، ناديت يا الله.
هذا الطفل مشاهدينا سيكبر وسيكون إن شاء الله قسامي أو من أبطال السرايا أو من أبطال الفصائل التي تقاوم وتقف لهذا العدو بالمرصاد. هذه هي شجاعة أطفال غزة وشبابها. أيضا مشاهدينا من المشاهد عائلة فلسطينية رغم شظف العيش وقلة يعني المؤونة وقلة الخبز وقلة اللي إحنا بنتمون فيه وبنستعين فيه على هالحياة، لكنها تكرم ضيفها أين؟ تحت ركام المنزل. خلينا نتابع. أجواء في الطب قهوة بعد 50 يوم إلا الأستاذ الكبير أستاذنا أبو يوسف القرة بين الدمار في منزله مع الشباب الطيبة. الله يمسيك بالخير. للأمانة هذه كاسة القهوة هتكون مثالية جدا، حيكون طعمه جميل عشان تحت الركام. ايش نسمي استاذ؟ أجواء في الطب قهوة بعد 50 يعني بربكم مشاهدينا، هل هذا شعب يهزم؟ يعني لما كانوا الصهاينة يهددوا بأنهم سيقتلعوا حماس وسينهون وجود المقاومة في غزة ويراهنون على أن يهجروا هذا الشعب ويشردوه، كان هذا الصمود المعجزة في وجه هذا الصلف الصهيوني، وكان هذا التحدي. وها أنتم تشاهدون هذه النفسية وهذه الأجواء التي يعيشها أهلنا في غزة. طيب، فدا القدس وفلسطين، هاي الكلمة كثير يعني كنا نسمعها، وفدا المقاومة وفدا الشباب وفدا الضيف وفدا القسام وكل هذه العبارات التي كنا نطرب لسماعها من ناس مكلومة، من ناس مهدمة بيوتها. امرأة فلسطينية من على أنقاض منزلها في منطقة شرق خان يونس بعد تدميره من قبل جيش الاحتلال. الله يحييها. خلينا نشوف. الحمد لله رب العالمين. واحد راح تقول يا رب وبس، تقول يا رب وبس. هاي خزاع، كان خش خزاع يا أرض السلام حدقك، الحين ما فيش خزاع. وين نروح؟ ما نلغي غير المدارس. الحمد لله رب العالمين. ست طوابق على الأرض. الحمد لله رب العالمين. راح تقول يا رب وبس. والله ربنا لن يضيعكم، من كان الله هو حسبه ومن توكل على الله فلن يضيعه الله. ونعمة بالله احنا ترى حفظنا مناطق غزة بالمنطقة يعني نتيجة متابعتنا الحثيثة اكيد من معارك سابقة، ولكن يعني بهاي المعركة بالذات كنا بنتابع وبنحفظ الاسماء والمناطق، وين شمال وين وسط وين جنوب، اين تدور المعارك، اين يهجر الناس، اين يعني معبر رفح، كل ذلك كلنا يعني نحفظ الأسماء، وحتى صغارنا وكبارنا الآن نحفظ غزة عن ظهر قلب وهي في القلب. أيضا مشاهدينا تحت المطر عائلة فلسطينية، لا هاي يمكن حكينا عنها. طيب، بعد استهدافهم من قبل الاحتلال أكيد الجامعات المدارس المساجد كلها استهدفت. هذا عدو مجرم لئيم حاقد يريد أن ينتقم بعد أن يعني مرغ أنفه بالتراب، فكان أن دمر جامعة الجامعة الإسلامية في غزة. خلينا نشوف مشاهد الدمار. الجامعة الإسلامية جامعتي. إذن مشاهدينا هذه المشاهد لتدمير جامعة غزة الإسلامية. إحنا بنعرف الجامعة، إحنا كل ما نشوف أصلاً حدا يعني مميز في غزة وكل أهل غزة ما شاء الله عنهم مميزين، هو من خريج الجامعة الإسلامية. هذه الجامعة التي خرجت الأبطال العظام اللي بنشوفهم في المستشفيات وفي المدارس وفي الإعلام وفي كل مكان، يعني هذا الحقد يطال هذه الجامعة، لكنها إن شاء الله ستعمر وتعود لتخريج هؤلاء العظام من جديد. مشاهد أيضا من معاناة النازحين في قطاع غزة، آلاف الخيام المغلفة بأكياس النايلون عشان الشتاء اللي نزل ورح ينزل، وإحنا داخلين على فصل الشتاء أو دخلنا في فصل الشتاء. خلينا نشوف كيف وضع النازحين تحت هذه الخيام. احنا الان بنزور مخيمات النازحين من قطاع غزة الى جنوب قطاع غزة. مرحبا. ما
ربنا اللي براحه. لا حطه زي ما كان. يعني مشاهدينا، هاي مشاهد كلها تحدي وكلها صلابة، رغم انه المشهد الخارجي للخيام وتغليفها بالنايلون والمطر، لكن تحتها ناس صامدين ثابتين بيتحدوا هذا المحتل، وهذا ما جعله يغتاظ وينتقم بكل حقد. يعني مشاهدينا ايضا بعد الأحداث في 7 أكتوبر، أكيد الأسرى في السجون وصلتهم الأخبار وكانوا في منتهى السعادة، يمكن تم حجب الأخبار عنهم بعد هيك فما كانوا يعرفوا شو بيصير. لكن اللي كانت ضيفتنا قبل يومين السيدة حنان البرغوثي كانت بهاللقاء أو بهالمشاهد تصف لحظة معرفتها بما جرى ب7 أكتوبر ومن أخبرها بهذا الحدث الكبير. خلينا نشوف شو كيف وصفت مشاعرها وشو حكت. طبعا احنا بتاريخ 7 أكتوبر اللي هو احنا بنقول 7 الشهر أو 7/10، كنت نايمة اجت صحتني أختي من الأخوات شتيلة أبو عياد، محكوم 16 سنة وقاضي منهن 8 سنوات، هي من قرية كفر قاسم. فبتقول لي ام عناد، ام عناد قومي قومي، القسام دخلوا على الداخل، القسام دخلوا، قومي شوفي التنادر، قومي، ولك باتت حريتنا قريبة، خطفوا جنود، خطفوا ناس، قومي شوفي الضباط اللي طلعوهم مش لابسين أواعيهم، قومي تفرجي. فطبعا يعني السجن كله، كل الأخوات، قمنا على صوت شتيلا، دخلنا على غرفة التمثيل عند مرح بكير، وقفنا على التلفزيون، انبسطنا على المناظر، ما قدرنا نسيطر على حالنا، طلعنا على الساحة نكبر نهتف للمقاومة، حط السيف قبال السيف، وإحنا رجال محمد ضيف، هتفنا، حاولوا ينقصوا علينا بأنه أبو محمد العروري تم استهدافه واستشهد، انقهرنا، ولكن كان فيه هتاف يعني، وإحنا متعودين أنه القاضي قبل الجند، إحنا بنقدم يعني شوية. اللي هي في أخت من الأخوات روضة أو عجمية بتنادي إم عناد العروري حكى، فإحنا سجدنا سجدة الشكر والنصر في الساحة. يعني إذا إحنا اللي ما عانينا لا من سجون ولا من أسر ولا من تعذيب كانت فرحتنا عارمة ولم نصدق عيوننا، فكيف بالأسيرات اللي كانوا بالسجون ويمارس عليهم كل أنواع التنكيل والتعذيب؟ الحمد لله رب العالمين، وتحرروا إن شاء الله، تبيض السجون ويخرج باقي الأسرى. أيضا مشاهدينا، من المشاهد اللي إحنا وياكم شهود عليها مشاهد تبادل الأسرى، وعم بنشوف الأسرى الصهاينة اللي هم المحتجزين من النساء والأطفال، لما بتم تسليمهم قدي المشاهد فيها إنسانية وفيها سماحة الإسلام العظيم، وقديه بنسعد برؤية القساميين اللي بيكونوا موجودين والناس اللي بتحييهم من حولهم. كان في رسالة مشاهدينا لواحدة من الأسيرات الإسرائيليات، كانت هي أسيرة أو محتجزة هي وطفلتها، هالرسالة كتبتها قبل أن يتم تسليمها بليلة، كتبت فيها معاني كثيرة، يعني لن أقرأها وأنا متأكدة أنكم شفتوها أكيد، لكن إحنا هون كما قلنا إحنا وياكم عشان نشهد على هذا المشهد. هي يعني ممتنة جدا لتعاملهم ولأنه فعلا بنتها بهاي الأيام ما شعرت أبدا لا بخوف ولا بصدمة، وكانوا هم بمثابة الآباء لها، وكانوا بيحضروا لها كل إشي بتطلبه من حلويات من فاكهة من، فهي كانت ممتنة ووجهت هالرسالة من قلبها، وإنه أنا بشكركم وما حنسى أبداً طريقة تعاملكم. فهاي الرسالة أكيد يعني لو هي أرادت أن ترسلها بعد أن تم الإفراج عنها لما سمح لها، لأنه ممنوع أبداً لهم أن يخرجوا على الإعلام ويحكوا أي شيء، لكن هي كتبت هذه الرسالة قبل أن تخرج، وتم أكيد نشر هذه الرسالة بالمقابل مشاهد الأسرى اللي بيطلعوا أسرانا أطفالنا نسائنا، والتنكيل والتعذيب والضرب ومنعهم حتى من الاحتفال، إخراج الأقارب من بيوتهم حتى ما يتم استقبالهم. طيب خلينا نشوف مشاهدينا هالفيديو لاستقبال الأسرى في الضفة، خلينا نتابع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
وسعتنيش، بس ناقصة فرحنا، بس والله ناقصة، لأنها على دم الشهداء أولاد غزة، والله على دم أولاد غزة. وأنا بشكر مقاومة جميعها، بشكر السنوار بحاله اللي طلع ابني من هالألسر اللي هو فيه، والحمد لله رب العالمين. سالم حمد نوفل من قلقيليا، مجد الأشبال، الله يحميهم ويخليهم يا رب، يوفقهم ويرحم شهدائنا، وإن شاء الله بنلتقي في هذا الحال، وإن شاء الله جميع الأسرى بنفرج عليهم المؤبدات والجميع إن شاء الله، إن شاء الله مش طوال بنفرج عن جميع الأسرى بخير وسلام. فرحتنا بتكبنش إلا في جميع الأسرى لما يبكوا برا الجميع، والحمد لله رب العالمين. وتحملنا صبرنا، بشكر المقاومة وتشل الأمل في المقاومة، لو فيش مقاومة لو فيش حماس ما حدا بتأمل. الحمد لله الحمد لله على نعمة حماس اللي خلت المؤبدين والشباب بتأملوا انهم يروحوا. لو فيش مقاومة وفيش حماس فيش حدا بتأمل الترويحة، يعني زي المؤبدين اللي فيش غير الحل الوحيد المقاومة، الله وبعد بعد الله حماس. إذا مشاهدينا الحمد لله على نعمة حماس والحمد لله على نعمة المقاومة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية أولى محطاتنا وشاهد على المشهد، وسنكون بعد فاصل قصير مع السيد أو الأستاذ سلمان المساعيد أمين سر اللجنة الشعبية الأردنية لإغاثة الأهل في غزة وفلسطين والتابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي، وحديث خاص حول إغاثة غزة أقل الواجب. خليكم معنا.